مرحبا فيكم مشاهدي الفضائية التربوية بحلقة جديدة من برنامجنا عين على الكون. اليوم عيننا رح تكون على موضوع جديد، على موضوع يختص بالملاحة الفضائية والجوية. اليوم حيكون لقائنا مع ضيف هو من أهل بيت الجمعية الفلكية السورية، طلع على كندا، طور أبحاث وقام بأبحاث وأصبح مدرس في كلية الهندسة بجامعة كيبك في كندا، وأصبح من الباحثين في مجال الذكاء الصناعي أو الاصطناعي، لسه معتمد مجمع اللغة العربية، والملاحة الجوية والفضائية. طبعا اليوم موضوع الذكاء الصناعي هو من أهم المواضيع المطروحة في كل دول العالم، بالإضافة إلى تطور منظومة الملاحة الفضائية والجوية وتأثيرها على حياتنا اليومية. اسمحوا لنا اليوم نسلط عين على الكون لتكون عيننا اليوم على الملاحة الفضائية والجوية وعلى الذكاء الصناعي. واسمحوا لي رحب بضيف الدكتور بلال الشلبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا يعني دكتور محمد، أهلا وسهلا. طبعا مدرس بكلية الهندسة بجامعة كيبك بكندا. تماما. الحمد لله على السلامة، نورت الشام. الله يسلمك، تسلم، نورة فيكم. شو إن شاء الله طويلة إجازتك؟ الحمد لله. أي والله لآخرت معنا. لآخرت معنا يعني تحضر معنا هات الشهابي الأسديات. أكيد. وبتحضر معنا نشاط مصياف. أكيد مثل أيام زمان. بالعكس اليوم هطل الشهابي السنة مميز. أكيد. خلينا نسترجع نحن وياك أيام زمان. طبعاً. أيام زمان، أيام كنت بالجمعية الفلكية السورية، أيام دراستك، أنت درست بمدارس السورية بدمشق. هذا كلام صحيح، أنا درست بالمدارس اللي هون بمدينة دمشق، وبعدين فتح على كلية الهندسة الهمك بجامعة دمشق. تماماً، كان اختصاصي هندسة طبية. وطبعا بالسنه الاولى والثانيه بالجامعه تعرفت على الجمعيه الفلكيه السوريه، وصرت واحد من اعضاء الجمعيه، وحضرت في عده محاضرات عن المكوكات الفضائيه وعن حتى الملاحه الجويه الفضائيه وعن الرصد الفلكي كمان. نسيت لك انه انا بالاصل من صغري كنت هاوي فلكي، انا شاركت برواد الطلائع بصف السادس ابتدائي وعلى مستوى القطر العربي السوري، وكنت وقتها صنع تلسكوب وعرفت الناس هنيك على شو يعني الرصد الفلكي وإلى آخره بهذيك الفترة. أيام الجامعة كمان ضميت للقسم السوري بيسموه القسم الـIVO أو المنظمة العالمية للطيران الافتراضي، فكنت طيار افتراضي. طبعا الطيران الافتراضي عشان المشاهدين اللي ما بيعرفوا هو برنامج اسمه مايكروسوفت فلاي سيميليتر، هو برنامج على الكمبيوتر فيه الواحد يعمل رحلة طيران حقيقية تقريبا أو تشبيه للحقيقي بنفس تقريبا الطريقة والإجراءات اللي بيستعملوها الطيارين الحقيقيين، يعني تشغيل الطيارة والطيران فيها والخرائط وإلى آخره. فكنت طيار افتراضي بالقسم السوري فيها، طبعا للاسف تسكر القسم السوري بعدين. هي الطيران الافتراضي انا بزماني عملت تجربه عليه، طيران على كواكب المريخ، المشتري، زحل، تماما، زهره، وشفت الطياره شو بتتصرف بكل مكان. تماما. طبعا بتلاحظ انه بالمشتري والزحل بتسقط الطائره مباشره. أكيد. المريخ بتسقط بعد ثواني، يعني بتضل تعاني شوي وبعدين تسقط. أكيد. الزهره كان طيران فيها مريح جدا بسبب كثافه الغلاف الجوي. تمام. بالعكس كان اوفر شيء للوقود بكوكب الزهره. صح. انت جربت تعمل هيك شيء مره؟ جربت طبعا. وطبعا هي مو بس طائرات مدنيه، وانما طائرات حربيه، وحتى في عندك الطائرات الشراعيه، فيك جميع انواع الطائرات وبمختلف حتى الظروف الجويه، فيك انت تبرمج الظروف الجويه اللي بدك اياها حتى بالرحله. على فكره كثير له فائده علميه، يعني انه شلون تتخيل حالك راكب طياره مثلا على كوكب الزهره. تماما. كثير حلو، يعني بيعطيك تصور كثير كبير، يعني هذا برنامج تعليمي تدريبي وفي فائده، يعني اختبارات محركات. انا صراحه شخصيا فادني حتى بدراستي بعدين، بحكي لك اياها. انا بعد ما خلصت من الهندسه الطبيه بجامعه دمشق طلعت على جامعه موريال بكندا، اخذت فيها ماجستير بالهندسه الطبيه. اذا بدايتك كانت بموريال بكندا؟ تماما، مدينه موريال بكندا، ولا زلت انا فيها. عملت فيها ماجستير بالهندسه الطبيه، وبعدين عملت فيها دكتوراه بالهندسه الطبيه هناك. اختصاصي اللي هي كان فيه تطبيق للذكاء الصناعي هو شغل اسمه ترابط الدماغ بالكمبيوتر، يعني انه نخلي الذكاء الصناعي افضل نقوله. صح. ايوه تمام. فهو انه نخلي اي واحد يقدر يتحكم باي جهاز قدامه او ببرنامج او بالحاله تبعي كان بالواقع الافتراضي عن طريق امواج الدماغ، عن طريق التفكير بس. طبعا هي كلياتها فيها واقع افتراضي وفيها ذكاء صناعي، لانه الذكاء الصناعي بده يتعلم شو هي اشارات الدماغ المطلوبه لتحريك او لاعطاء امر معين لتحريك شغله معينه بجهاز او ببرنامج ما. خلينا نصلي ضوء على الذكاء الصناعي اليوم، هو حديث الساعه. تماما. بس يا ترى هل مبالغ
بما يتم تناقله عن الذكاء الصناعي، يعني كأنه تطور قبل ما يتطور، يعني أخذ مجالات مثل عم نشوف مثلا مقدم برامج ذكاء صناعي. تمام. ما بعرف إذا صار في مخرج ذكاء صناعي مشان أستاذة ديانا تدير بالها، ما بعرف إذا الذكاء الصناعي أخذ هذا الدور ولا لسه. يعني هي في هالة إعلامية أكيد كبيرة. تمام، متفقين. يعني هي أداة علمية. طمن أستاذة ديانا، هالة إعلامية. تمام، هي أداة علمية مثل أي أداة علمية تانية يعني عم نستعملها اليوم. هي أداة علمية مفيدة بكثير من الأحيان وضارة أيضاً، هي سلاح ذو حدين صراحةً، بس فوائدها والله أعلم أكبر كثير من أضرارها. أكيد. يعني أنت لوين تتوقع الذكاء الصناعي ممكن يصل؟ يعني هو هلأ عم يشتغل على الشغلة اسمها الذكاء الصناعي التوليدي، يعني بيقدر يولد معلومات ويولد شغلات جديدة، واللي إحنا عم نشوفها ببرنامج مثل الشات جي بي تي وكل القصص. الحقيقة يعني ممكن نحن نولد شخصيات، نولد فيديوهات، ونطبق نحن حركات ومشاهد فيديو على شخصيات ما عملت أصلا هالمشاهد الفيديو. يعني بظنها أكثر شيء ممكن نحن نوصله بالذكاء. كثير حلو. إذا هذا حدوده. تمام. يعني ما وصلنا لسه للذكاء الصناعي الذي يأخذ محل الإنسان. مستحيل، هذا الكلام مستحيل. يعني هو ما رح يأخذ مكان الإنسان، وإنما رح يخلق أدوار جديدة ووظائف جديدة. يعني ما في ذكاء صناعي يأخذ محل الإنسان، وإنما الإنسان رح يضطر يلاقي وظائف جديدة حتى يتعامل فيها، يوظف فيها الذكاء الصناعي. حلو. لحتى يستعمله بالأمور اليومية والحياتية. يا خوف يطلع قصة الخيال العلمي أي روبوت حقيقة يجي يوم والروبوتات تسيطر على كوكب الأرض. يعني ما بتوقع أنه هذا الكلام معقول، لأنه بالنهاية كله بيد الإنسان هو بنفسه. صحيح. يعني حتى تصور الحياة الأخرى في الكون، ممكن تصور الحياة الأخرى في الكون أن تكون روبوتات، أن تطورت لدرجة أن الكائنات اللحمية اختفت وأصبحت كائنات روبوتية. تماما. لكن بتأيدني أنه هذا الشيء مستبعد على الأرض؟ أكيد. ولا أكيد مستبعد. أكيد. يعني من خلال دراستك وأبحاثك بتلاقي أنه ممكن. أكيد مستبعد، لأنه الإنسان ما هو بس عبارة عن حركات مثل الروبوتات. الإنسان عبارة عن مشاعر وعواطف وأحاسيس، هي مستحيل ممكن تولدها. الإنسان عبارة عن روح وحياة. نحن كمهندسين طبيين، كباحثين بالهندسة الطبية، قدرنا نطور من الخلايا، نستنسخ الخلايا، أما نخلق خلية جديدة ونخلق فيها بعدة الروح اللي موجودة فيها والمشاعر والأحاسيس والعواطف والذكريات إلى آخره اللي موجودة فيها، هي من المستحيل أن تصير. يعني صحيح. بضل الروبوت هو عالم صناعي 100%، صنعه الإنسان. حتى دكتور بلال كنت عم أقرأ بحث عن موضوع الخلايا الجذعية بالنخاع الشوكي، أنه ممكن الإنسان يولد نفسه بنفسه، يعني أو يولد طفله بنفسه. تمام. إذا تم أخذ خلية من الخلايا الجذعية بالنخاع الشوكي. تمام. فيها الخلية نسميها المورثة أو الكروموزوم الخاص بالبويضة والكروموزوم الخاص بالنطفة، وممكن يولد نفسه، لكن اكتشف أنه هذا الشيء لن يعطي جنين أو طفل كامل. تماماً. يعني بيبقى في عنا ثغرة. تماماً. وحتى ما بنعرف هل هسه يكون انسان مش او يعني مخلوق مشوه، وعلى الاغلب راح يكون مشوه. حيكون مشوه. صحيح. فلذلك توقفت الابحاث، او بالاحرى اعلن عن توقف الابحاث بهالمجال هذا، استنساخ البشر والى اخره، وضلوا على استنساخ الحيوانات واستنساخ الاعضاء حاليا اللي عم يجرى، وطباعه ثلاثيه الابعاد للاعضاء، كل هذا حاليا موجود يعني. لكن استنساخ بشر فهو الموضوع كثير بعيد، ولذلك تم توقيفه يعني، او الاعلان عن توقيفه. في حلو. طيب نرجع لذكرياتك موريال بكندا. انا ما زرتها بصراحه، ان شاء الله تكون حلوه. اخذت الدكتوراه بالهندسه الطبيه. تمام. شو كان بحثك؟ كان بحثي هذا هو ترابط الدماغ بالكمبيوتر. الماجستير. انا بالماجستير، يعني انا بحث التخرج تبع الجامعه كملت فيه بالماجستير، وتبع الماجستير كملت فيه بالدكتوراه. يعني كانوا خطوه، كانت فرصه رائعه ان الانسان يكمل ماجستير ودكتوراه. كان امري انه كمل انا بنفس الماجستير والدكتوراه، لكن ما شاء الله. هذا اللي صار يعني، كملت نفس المجال. تماما، بنفس المجال. وهذا كان مدخلك لخلينا نسميه المكان اللي كملت عليه اليوم. تماما، هذا المدخل الاول. كان في المدخل الثاني اللي هو مجال الطيران والفضاء. انا بايام الماجستير درست بمدرسه الطيران ايضا بمدينه موريال. على التوازي. على التوازي مع الماجستير. تماما. ففت بعالم الطيران اللي انا بحبه وبعشقه، وفتت كمان بالجمعيه الفلكيه الملكيه تبع كندا كمان. فيعني فت كمان على التوازي بكل المجالات اللي انا بحبها. كثير حلو. طيب تحكي لنا عن ذكرياتك الجمعيه الفلكيه الكنديه، نشاطاتهم. نحن ما عندنا تواصل معهم، بس بيصلنا يمكن الكتيب تبعهم اللي فيه الاحداث الفلكيه. تماما. وعن
موضوع شلون دخلت اكثر بموضوع التوابع الصناعيه والملاحه الفضائيه والجويه خلينا نقول. تماما. هلا كانت قبل طبعا ما نبلش بالملاحه. تماما. هلا دخولي على الجمعيه الفلكيه الملكيه تبع كندا كان عن طريق صديقي اللي عرفني عليها. فتت فيها وكانت النشاطات بشكل عام عبارة عن كثير من تشويه النشاطات الجمعية تبعنا على مستوى أكبر شوي، هي قضية التلسكوب اللي عندهم، قضية الرصد الفلكي، قضية تلسكوب كبير. عندهم تلسكوب كبير تماما. متى ولا أكثر؟ أظن أكثر، نسيان تماما الرقم لكن أظن أكثر. ورحلات الرصد اللي كنا نعملها، رصد البرشاويات إلى آخره، يعني هي كانت نشاطات. السماء بتساعدهم؟ زرنا الجمع اللي يسموه إدارة الفضاء الكندية، إدارة الفضاء الكندية مركزها بمدينة مونريال. حلو عندك كان. تماما. فزرناها وشفنا رواد الفضاء الكنديين، تعرفنا على الأبحاث اللي موجودة عندهم، فهي كانت بشكل أساسي يعني النشاطات اللي عملناها. وكندا مشاركة بمحطة فضاء دولية؟ طبعا طبعا. زراعة الكندية؟ عند الكندارم اللي بيسموه الكندارم، روبوت الكندية. تماما. زراعة العالية الكندية تماما. اللي هو الأساس يعتبر. تماما. هي كانت من الناس اللي اشتغلوا بتطويرها، كانت رائدة فضاء كندية اسمها جولي بايات، صارت هي بعدين الحاكم العام لكندا. انتقلت للسياسة. للسياسة. حلو. الحاكم العام، لأن حضرتك تعرف يمكن كندا هي دولة تابعة للملكة تبع بريطانيا. أو لما كانت الملكة. تمام. فالملكة إلى ممثل بكندا دائما اسمه الحاكم العام، فالحاكم العام كان جولي بايات وقتها، هي يعني هي أعلى منصب بكندا كان. تماما. منصب صوري هو، طبعا احنا كل التبعية الكندية أو تبعية كل الدول للكومنولث أو للتجمع طبعا ملكة بريطانيا هو يعني تبعية صورية بالنهاية، بس يعني هو كان منصب سياسي حطوا فيه جولي بايات رائدة الفضاء الكندية. فهي بالأصل مهندسة كمبيوتر، فهي اشتغلت بتطوير الزراعة الآلية، التقينا كمان فيها بأحد اللقاءات والندوات يعني. وهذا الزراعة الآلية يعتبر اليوم من أهم القطع بمحطة الفضاء الدولية، لا يمكن عمل محطة بدونه. طبعاً. وهلأ طوروا النسخة الثانية منه والنسخة الثالثة منه. بكندا. بكندا. وممكن يبعتوه على المحطة. راح يبعتوه على المحطة في. بيلحقوا. إيه. لانه ما اكتل بهالخلافات، يمكن 2025 عم بيقولوا بدنا نزلوها. بدنا نزلوها يعني 2025 ممكن تنزل المحطه. تماما. طيب خلينا قبل ما نفوت بملاحه جويه الفضائيه، شفت الشفق القطبي بكندا؟ هذا السؤال اكيد اي انسان بيشوفك من كندا بده يسالك هذا السؤال. صراحه ما صح لي. لا والله ما صح لي. عم تمزح؟ اي والله ما صح لي. نحن بسوريا عم نتمنى نطلع على كندا نشوفه. ما صح لي والله. الرحلات هو بشمال كندا فظيع. شمال كندا تمام. المشكله المنطقه بارده كثير، والسفر عليها وقت طويل يعني. انت بالجنوب؟ نحن بالوسط الشرقي. طيب قريب بالوسط. كندا هي قارة كبيرة صراحة، كتير بعيدة، كتير كتير. يعني ما جربت شفت الشفق القطبي؟ ما شفته هناك. ولا بالوسط؟ ولا بالوسط. ما صار عندك ولا انفجار شمسي كارثي هيك تشوفه؟ أبدا ولا. طيب شو أهم نشاط يعني شاركت فيه مع الجمعية الفلكية الملكية الكندية؟ رصد البرشاويات كان. كان عندهم. رصد البرشاويات. مميز عندهم يعني. تماما. كان سيارة مميزة. كانت مميزة مو بس بالرصد، كانت مميزة بالمحاضرات تبعها، كانت مميزة بالناس اللي حضروها، كان في مسؤولين من حكومة كبك كانوا موجودين. حلو. طبعا حكومة كبك لأن احنا المقاطعة اللي موجود فيها المقاطعة الفرنسية، فعشان المشاهدين يعرفوا، فكان في مسؤولين من الحكومة موجودين فيها يعني، فكان نشاط كتير حلو. بيحكوا اللغة الفرنسية؟ أنا لغة فرنسية طبعا. أكثر شيء الإنجليزي بكل كندا يمكن ولا معظمها؟ لا كل كندا إنجليزي بس عندنا في فرنسي وفي مقاطعة تانية فرنسي وإنجليزي، بس احنا عندنا رسميا الفرنسية. حلو كثير. تو بارلين فرونسي اذا. طيب خلينا نبلش بالملاحة الجوية والفضائية، ونبلش بتاريخها، ويمكن اذا بدنا نحكي عن الفضاء الجوي لحتى يعني نختصر اللقب فضاء جوي. بلش بتاريخ الملاحة الجوية الفضائية. هلا تاريخ الملاحة الجوية الفضائية ببلش مع تاريخ الطيران صراحة. هلا تاريخ الطيران هو تاريخ قديم كتير، من أيام عباس بن فرناس واللي بعده. طبعا عباس بن فرناس كان عالم كتير كبير، مو بس مجرد هاوي طيران مثل ما أحيانا بيصورونا إياه. وامتد وكان في. ارجع لعباس بن فرناس. تفضل. شو عندك كمان شغلات عنه؟ عباس بن فرناس هو فلكي كيميائي صناعي، عالم باللغة العربية. يعني مذهل كان. انسان مذهل. القبه الفلكيه. القبه الفلكيه هو اول من صنع قبه فلكيه بمنزله. اتهموه بالشعوذه وقتها. تماما. هو اسقط النجوم، بس مجرد ما اسقط النجوم كان هي القبه الفلكيه لحالها تعتبر من اهم انجازاته، اضافه لعده اختراعات كان فيها عباس ابن فرناس حتى اليوم تستخدم. هو الوحيد اللي فهم كتاب الخليل بن احمد الفراهيدي، كتاب العروض. ألم الحبر. تماما. ألم الحبر عباس ابن فرناس اللي حط له القاروره، وكمان وقتها لقوه شغله كبيره كثير. عباس ابن فرناس اذا مو بس بشكرك انه سلط الضوء على هالنقطه، مو بس جرب الطيران. تمام. بحاله من الجنون مثل ما بيتهموا. تماما. لا لا لا، هو كان واعي تماما شو عم يعمل.
لكن غلطت الغلط البسيط، اسف قطعتك تفضل. كملت بعدين محاولات الطيران، لكن كانت كل محاولات الطيران انه الطياره هي قطعه واحده، شقفه واحده عم بيطيروا فيها وعم توقع. كان الطيران لمده دقائق لحد عام 1903 وقت اجوا الاخوين رايت وعملوا الاختراع الفظيع تبعهم. شو كان فرق الطياره تبعهم عن الطيارات كلياتها؟ انه هن عطوا حريه للتحكم بكل جزء من اجزاء الطياره. فانت الطيران هي مو بس انه جسم قاعد عم بيطير، كل حركه من حركات الطياره في تحكم في اكثر من جزء عم يتحرك فيها، لحتى يعني يلعب بتخرخل الهواء وضغط الهواء ويسمح للطياره تدور او تعمل المناوره اللي الطيار بده اياها. فكان التحسين الاول اللي عملوه الاخوين رايت. هلا بلش الناس تطير، بس صار في عنا احنا مشكله انه انا بالجو، طيب كيف بدي اعرف انا وين؟ وكيف بدي اعرف الطريق لوين؟ تمام، هذا طبعا هذا اللي بيسموه الملاحه انه اعرف انا حاليا وين. تبع النافيجيشن، انا اعرف حاليا وين واعرف كيف الطريق للمكان اللي انا بدي اوصل له. طبعا الملاحه كانوا يستعملوها من زمان ايام البحر وايام البحار، سواء سواء الملاحه اصلا بال 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 بالصحراء عند العرب من زمان، سيد العارفين بقصة الازياج الفلكية والنجم القطب والتوجهات وكل هالقصص هاي، وبعدين بالملاحة البحرية. يمكن حضرتك تعرف كيف كانوا العرب القدماء يعني قمة في الاستدلال بالنجوم في الملاحة البحرية وهيك، واختراع الأدوات اللي ساعدتهم بالملاحة. هلا وصلنا لعالم حتى اليوم الاسترلاب بكل سفينة، تماما الاسترلاب يعني جي بي اس ابدا الماضي ابدا تماما. على فكره احنا بنعلمه لطلابنا، انا لهلا انا بالمحاضره الاولى بماده الملاحه الجويه الفضائيه بعلمهم على الاسترلاب، بعلمهم على الاستخدام والى اخره. لطلابك بجامعه كيبك بكندا؟ بكندا تماما. وشو بتقول لهم مين صنع الاسترلاب؟ بذكر لهم انه مين صنع الاسترلاب اللي هو عالم عربي، وبحكي لهم عن انا من الناس اللي بعتز دائما بعروبتي حتى وانا هنيك، يعني هنا يعني بيعتزوا بقوميتهم، انا بعتز بعروبتي حتى وانا هنيك. فبقول لهم انه هو عالم عربي، وبحكي لهم عن كل ال يعني العلماء العرب اللي شاركوا بعلم الفلك وطوروا فيه والى اخره. ويمكن اكثر شهره هو ابن الشاطر اللي تماما اللي صنع تماما، يعني كمان هي بتمنى تسلط الضوء عندها. انا بتذكر حضرت مره معك شيء على الزوم، كان محاضرة لك ولا كانت مناقشة؟ كان مناقشة رسالة الدكتوراه. مناقشة رسالة الدكتوراه حكيت فيها إذا بتذكر، يمكن حكيت فيها. إيه صحيح. عن القصص هيك. تمام، مشان هيك تذكر إنه حكيت عن علمائنا العرب بشكل كتير كبير. دائما بذكرهم، يعني حتى من هيك دائما بذكرهم، لأنه صراحة كل التطور إحنا عم نشوفه اليوم أساسه هو الاختراعات العربية اللي كانت موجودة. بالفعل لازم نفتخر بماضينا، وهذا شيء على الجمعية نستعد أمجادنا. تمام. في علم الفلك. على فكرة هذا الشيء الأول اللي جذبني بالجمعية الفلكية السورية، اللي كان اسمها جمعية فوات الفلك السورية من زمان بتتذكر. هذا الشيء هذا أول شيء جذبني من 2006 يمكن، أول ما انتسبت لها، إنه كان فيها هذا الجانب، كان تعنى بالجانب التاريخي وجانب الأمجاد العربية بالاختراعات الفلكية. هذا الشيء رائع يعني بالجمعية. إذا منتابع وصلنا لأنه كانوا العلماء العرب مبدعين بالملاحة البحرية. تماما تماما. هلا بالجو الوضع كثير مختلف، لأنه بالملاحة البحرية أنا في عندي منارات فيني استعملها حتى أشوف نحن وين، بس بالملاحة الجوية الأمور أصعب. فكيف كيف بنعمل؟ فبلشوا يستعملوا المنارات نفسها اللي كانوا يستعملوها للملاحة البحرية، يحطوا منارات. بس هي كان لها مشكلتين. أول مشكلة إنه أنت على طريق صغير كم منارة بدك تحط يعني حتى تطلع الطيارة. تاني مشكلة هي مشكلة الاستهلاك الكهربائي، المنارة بتستهلك كثير من الكهرباء. طيب شو الحل؟ زائد فأنت مو معقول مثلا على بلد مثلا، خلينا ناخذ على بلد مثل سوريا، إذا تطلع من دمشق لحلب كم منارة بدك تحط لحتى الطيارة؟ بدك تحطها بالطريق؟ بالطريق كانت المنارات تحط ومسلطة على السماء؟ مسلطة على السماء، فكان كان الطيار وهو بالسماء بقى يشوف ضوء المنارات ويشوف الفلاشات تبع الوضع، يعرف انه هو على الطريق الصح. تمام، يعرف انه على الطريق الصح. إيه طبعا عنده خريطه انه انت شفت المناره هي، خليك مثلا بهذا الطريق بزاويه كذا، بعد 5 كيلومتر او 10 كيلومتر او اللي هو راح تلاقي المناره الثانيه وهكذا. بس هي كانت مشكله انه هذا كم مناره احنا بدنا نبني. بعدين قرروا يستعملوا شغله جديده اسمها المنارات الراديويه. هي مناره بس بدل ما تطلق ضوء تطلق اشارات راديويه. تمام، وكل إشارة راديوية لها تردد معين وإلى رسالة مرمزة بترميز مورس كود. فالطيار بيصير بيعرف إنه هاي المنارة متى ما أنا سمعت المورس كود تبعها متى أنا موجود بالمنطقة هيك. وهي وعملوا فيها فعلاً. إيه عملوا فيها فعلاً. إيه بتذكر. لا تزال مستعملة إلى يومنا هذا. إيه المنارة. بتذكر في كان كابينة خاصة للمهندس اللي بدأ يفك شفرة مورس. تمام، عنده سماعات و صح. إذا بتتذكر بالطيارات من زمان كان في بقمرة القيادة
كانت كان يعني الشخصيات الموجودة هن ثلاثة، الطيار القائد والطيار المساعد والملاح كانوا بسموه. تماما هذا شغلته بس هيك الملاحة، يعرف وين المنارات، يعني يفك الشفرة تبعه، يقول له نحن هون، يلا كملوا اتجاه هون. بالفعل بتذكر شفت طيارة قديمة جدا ودخلت وشفت أجهزة الاستقبال واستغربت وقتها ويعني ما كان عندي معلومات انه كان والله عبارة، انا توقعت انه لا لا للبداية والنهاية، لا طلع كل خطوة كل خطوة كل خطوة. بس كمان بدها موظفين كثير، بدها كثير. هلا المنارات نفسها ما بدها موظفين، لأنه هي منارة أنت بتحطها وخلاص. طبعا في صيانة دورية إلى كل فترة، بس يعني هي منارات ما بدها يعني مو محطة كاملة، لحالها أوتوماتيكية، لحالها أوتوماتيكية بتمشي. حلو كثير. تماما. فظلت هالمنارات شغالة، لكن كمان نفس الشيء كان استهلاكها كثير كبير وأعدادها كثير كبيرة، لحد ما بلشوا يفكروا بطريقة جديدة. شو هي الطريقة الجديدة؟ بعام 1957 كان أول مرة يطلق فيها قمر صناعي مركوع أرضي، سبوتنيك 1، الاتحاد السوفيتي. اللي صار إنه بعد ما أطلقوا سبوتنيك 1 إجوا اثنين من علماء بجامعة جورج هوبكنز، فصاروا يقولوا إنه بجون هوبكنز صاروا يقولوا إنه إحنا صاروا يعملوا مثل هاكينج عليها، تمام؟ فقدروا يلقطوا الموقع تبع القمر الصناعي هو وين. بعدين لما رجعوا على البروفيسور المشرف تبعهم عم بيراجعوا نتائج الابحاث، وقال لهم خلينا نعمل بالعكس، بدل ما نكتشف وين موقع القمر الصناعي خلينا نكتشف وين موقع المستقبل. تمام. من هون بقى بلشت طلعت فكره قضيه الاستعمال القمر الصناعي من اجل الملاحه. قمر صناعي عم يدور فوق وهو بدلني انا وين موجود والطريق اللي بدي يروحه. بلشت طبعا تتطور وبلشوا يطلعوا فكرة الجي بي اس جلوبال بوزيشننج سيستم، نظام التموضع العالمي وتحديد المواقع العالمي. هذا الامريكي. الامريكي تماما. بلش اطلاقه بعام 1973، بلش المشروع اطلاق اول اطلاقه في 1978. بعدين طبعا بلشت الدول الثانيه تشتغل على نفس المنحة. في عندنا كان منظومه جلوناس تبع روس تبع الاتحاد السوفيتي، في عندنا منظومه بيدو تبع الصين. ممتازه بيدو على فكره، وتغطي بشكل للاسف نحن بسوريا اغلى الشعبيه جي بي اس، لكن بيدو تغطيتها اقوى. تماما، كثير قويه تغطيتها وحتى الدقه تبعها عم بقولون كمان صحيح. بس خرائطها مشكلتها بالصيني. تماما. هي يعني لو بيقدروا الصينيين بس يعدلوا الخرائط او ينزلوا لغات ثانيه بتكون ممتازه. في عندنا كمان الجاليليو. جاليليو الاوروبيه. الاوروبيه. تماما. فطلعت في الهنديه كمان. في الهنديه تماما. جاغان. شو اسمها؟ جاغان. جاغان. تمام. جاغان كمان الهنديه ممتازه. تماما. بس الهنديه ما بتغطي غير الهند بتذكر. تمام، بس للهند تماما. وبعدين طلعت عندنا منظومات لسه جديده اسمها المنظومات المحسنه لاشارات تحديد المواقع العالميه، مثلا مثل عندنا بامريكا وكندا نظام الواس وايد اريا اوجمنتيشن سيستم. هي اشارات انت بتغلط اشارات الجي بي اس، بس الجي بي اس دقتها معنا كثير كثير عاليه، احيانا بتغلط حتى على مستوى الامتار. صحيح. وهي بمجال الطيران مشكله. ليش بمجال الطيران مشكله؟ احنا في عندنا الهبوط حاليا هو بهبوط، اذا كنت عم تشتغل على الهبوط الاوتوماتيكي او حتى الهبوط اليدوي، فاذا انت عم تعتمد على انظمه تحديد المواقع، في عندك انت تحديد الارتفاع الطائره عن المدرج اللي بدها تنزل عليه، والارتفاع الشاقولي، وفي عندك الارتفاع الافقي. تمام، انه هي ترى متوازيه مع المدرج تماما، مع خط النص بالمدرج ولا لا. فانت عندك مجال خطا بالسنتيمترات، اذا بالمتر لا يسمح هذا الكلام. فالجي بي اس لحاله ما بيكفي، لذلك اخترعوا هاي الانظمه لحتى تزيد من قدره او من دقه الجي بي اس على تحديد الهبوط الطائره. اذا هو الطيران يلي دفع موضوع الملاحه للتقدم بهذا الشكل. تماما تماما. جيد والله. يعني خلينا نقول مشان هذا هو الترابط، الملاحه الجويه والفضائيه. صراحه في عندك يعني مجالين دفعوا نظام الملاحه للتقدم. النظام الاول هو الطيران والفضاء، النظام الثاني هو مجالي الهندسه الطبيه. انا نسيت ان اقول انا ترابط الدماغ بالكمبيوتر. انا ليش عملته هذا المشروع تبع الدكتوره؟ عملته وقتها مشان التحكم بالمشي للناس اللي عندهم مشاكل بالمشي بالواقع الافتراضي، درب لهم دماغهم على المشي، اللي عندهم جلطات مثلا دماغيه وما بيقدروا يمشوا. فبتصير انت بالواقع الافتراضي بتخلي دماغهم يتدرب على المشي، فهذا الشيء بيساعدهم فيزيائيا على التدريب على المشي بالواقع. بالواقع. اذا نحن بنفرض واقع افتراضي تماما نستفيد منه لخلق حاله ما عند المريض للواقع الحقيقي. تماما. احيانا المريض انت بدك تدربه على تحسين المشي تبعه، فتحسين المشي تبعه معناته انت بدك تلقط كيف هو عم يمشي. فنحن في عنا أنظمة للملاحة حتى تقدر تلقط المشي تبع المريض من أول خطوة بيعملها لآخر خطوة محل ما أنت بتحدد له. فهيك وهي الأنظمة كتير دقيقة، عندك تحدد له حركات
المفاصل الأساسية بالجسم، يعني حركات القدمين والساق والجذع بشكل عام والحوض، بدك تحددها كلياتها. فبدك نظام ملاحة قادر على 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 التقاط كل الحركات هي بشكل متزامن. لكن دكتور بلال، انت هون تورطت معي بورطة. لكن الواقع الافتراضي، اذا قادر انه يزرع بدماغ الانسان افكار 100%، اذا هو خطير 100%. يعني هي الالعاب اللي عم تكون بالواقع الافتراضي واستخداماته الغير محدوده تماما، يعني ما لا بلاش اذا الى الى اثار. هي تتذكر الحادثه اللي صارت ب، انا ما اذكر، بنيوزيلندا، اما اللي سمعان فيها، كان في حادثه صارت بنيوزيلندا، حادثه قتل، اجى واحد ارهابي وقتل، وقتل تقريبا 26 اشخاص او 20 شخص نسيت، فتح يعني اطلق النار على ناس في مسجد من المساجد هنيك. فلما حاكموه تبين انه هو كان زلمه يلعب العاب واقع افتراضي كلياتها ضرب نار والى اخره، فصارت عنده هذا الهاجس الهوس تماما. اذا العاب الواقع الافتراضي ما هي سليمه 100%، وبالعكس فيها خطوره كبيره. ابدا وهي فعلا، هي فعلا يعني بتزرع بالانسان افكار. يعني بتزرع بالانسان افكار يعني حاضرك مثلا تجربة احنا عملناها عنا بالمخبر، احنا من التجربة، من التجارب اللي عملناها، حطينا لهم اللي عم نجرب عليهم نظارات الواقع الافتراضي، وحطيناهم على مثل خشبة محطوطة على سطح بنايتين، ممدودة بين بنايتين، تمام؟ فهو لما عم يطلع تحت لتحت عم يشوف هو عميقة، تمام؟ صحيح. فقلنا لهم وقفوا، ففي ناس هنا واقفين رافعين ايديهم هيك، من 10 جردنا عليهم 2 وقعوا. وقعوا على الارض. واو، اذا قديش اثر، اختل توازنه تمام. هلا انت هيك عم تاكد لي حاله صارت معي. نحن عندنا بالجمعيه الواقع الافتراضي، فكنت يعني للكبار بس اعمل لهم محاكاه لهبوط على كواكب، لزياره كواكب. بالفعل في وحده من المحاكاه من الواقع الافتراضي لسيوز، احد مهمات سيوز اللي تفجرت، تفجرت بالفضاء. ففعلا بحس انه كان في تاثير كثير كبير لهم. فانا صح. كنت ما اخذ واعطي اقول انه لانه جربوه اول مره صح. لكن بالفعل هيك لازم ناخذ حذرنا ونوقفها حتى تماما. والواقع الافتراضي بيستعملوه حتى هلا صار بالتدريب، يعني هو صحيح له نتائج، له استعمالات خطيره، بس كمان له استعمالات مفيده بالتدريب. مثلا عندك تدريب الجراحين، فيك تدرب الجراحين على العمليات قبل ما يفوتوا على غرف العمليات، فيك تدرب مثلا الطيارين على قياده الطائرات. انت بتعرف انه اي حدا بده يصير طيار على الطائرات المدنيه بده يسجل 500 ساعة على مشبهات الطيران. تمام. هي يعني واقع افتراضي. تمام. اللي هي واقع افتراضي. تمام. يعني لازم يعني في لها فوائد بهالمجالات خيال. على فكرة مدينة موريال فيها واحدة من أكبر الشركات العالمية بتصنيع مشبهات الطيران CAE. وفيها شركة برادر ويتني اللي هي شركة محركات الطائرات العالمية كمان. يعني مهتمين بهذا المكان بشكل كثير. المدينة اللي ساكن فيها كثير مهتمين. طيب خلينا نتابع إذا ونعدي موضوع الذكاء الواقع الافتراضي. وانت كنت عم تستخدم الملاحة بدراستك موضوع التأثير على الدماغ للناس اللي مصابين بجلطة أو تماما. من هون بلشت عندك الفكرة؟ تمام، من هون بلشت فكرة الملاحة، فتت فيها. أنا ابتدأت بالتدريس بجنبي كلية الهندسة بجامعة كيبك بال 2016. صار لك يعني 7 سنين 8 سنين. تماما، درست فيها كثير. 4 و3 7. تماما، 7 سنين صار لي فيها. درست فيها مواد بقسم هندسة البرمجيات، بهندسة الكهرباء، بالهندسة التكنولوجيا الصحية اسمها عندها هنيك. درست مواد بهندسة الطيران وخاصة بمبادئ الطيران أو أسس بيسموها أسس هندسة الطيران، ودرست مادة بالملاحة الجوية الفضائية. وهي كنت المفاجأة اللي أنت مخبينا إياها السنة بسفرتك. تماما. لما أجيت ووصلت بالسلامة على سوريا كتبت لي إنه في خبر صار. تماما. هي كانت المفاجأة إنه بعد هالمادة هي يعني قدرت آخذ شغل بنفس هذا المجال بمخبر على مستوى كتير عالي بالجامعة اللي أنا عم أشتغل فيها كمان بمجال الملاحة الجوية الفضائية. وشي تناقش أنا وياك إنه هي التجربة بالملاحة الفضائية والجوية راح تعكسها ببلدنا على شباب البلد، تعمل لهم دورات لشباب الجمعية الفلكية السورية. طبعاً أكيد، طبعاً أكيد. الشيء الحلو إنه الشباب الجمعية الفلكية السورية التقيت فيهم بالنزلة الماضية، والتقيت فيهم بالنزلة حتى اللي مو اللي قبلها، اللي قبل قبلها. ما شاء الله عليهم شباب يعني متوقدين، وشباب قادرين على أن يستقبلوا أي معلومة، وهيك يعني بشغف حتى. فأنا أكيد بكون سعيد كتير إذا سمعت فيهم. ضروري والله، ضروري. الملاحة الفضائية والجوية كتير موضوع مهم بالنسبة لنا يعني، وحابين ندخل فيه بعمق. طيب خلينا نبلش مع بداياتك بالملاحة الفضائية والجوية. تماما. هلا الابحاث اللي عم اشتغل عليها بشكل عام، عم اشتغل على شغله اسمها الاقمار الصناعيه اللي موجوده بالمدار المنخفض.
العادة توابع الليو تمام. الأقمار الصناعية موجودة بثلاث مدارات، فعلا مدار المنخفض اللي هو 500 تقريبا 2000 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، في عندك بعدين من 2000 ل 36 ألف اللي هي بالمدار المتوسط، وفوق 36 ألف من المدار العالي. فأنا عم أشتغل على الأقمار الصناعية اللي بالمدار المنخفض، اللي من الأقمار اللي أطلقتها شركة ستارلينك تبع إيلون ماسك. بلش فيها بستارلينك إذا بتحب. ستارلينك، طيب ستارلينك اللي عم شوفوها الناس كقطار بالسماء مجموعة نقاط، تمام، بلش فيها أنت لأنه أنا عندي تحفظات شوي عليها. تماما. هلا هي يعني لا شك انه المشروع تجاري 100%، لانه هو مدير الشركه الاصل هو انسان ايلون ماسك، ايلون ماسك سبيس اكس. تماما، سبيس اكس والسيارات تسلا والى اخره. آه على فكره سيارات تسلا انا مو من الناس اللي مشجع اللي يعني ماني من المشجعين تبعها ابدا، يعني لانه جربت وما انا بهال يعني الكفاءه اللي عم يحكوا عنها. قول ربك حميد نحن بسوريا تسلا كلها مقاطعين. تماما. احسن شيء. لا مو العالم تسلا، السيارات. نحن بالعكس بنحب العالم تسلا. رقم واحد اكيد. اكيد. فهي الاقمار اطلقت على ما اظن 2018 بلش باطلاقها. صحيح. حاليا في عندنا 4000 قمر صناعي موجودين. خلينا ناكد على الرقم. تفضل. لا اكد على الرقم. 4000 قمر تمام. صناعي. هو 4000 حاتف انا وياك ما حنعطي لك سور 4000. تماما. تذكر هالرقم لانه نقعد انا وياك نحكي فيه. تماما. بس هو اللي على حسب ما عم يحكي انه بده يوصل رقم ل 25000 قمر صناعي تماما بحلول عام 2025 2030. تماما. بس حتى هذا الرقم في تحفظ عليه. ليه في تحفظ عليه؟ احنا لانه حركات الاقمار الصناعيه محكومه بمعادلات معينه، تمام، وحتى هي المعادلات دائما فيها متغيرات، متغيرات من الجاذبيه، متغيرات من الرياح الشمسيه. في عنا نحن منظمه اسمها نوراد هي اللي تطلق كل 24 ساعه الاحداثيات تبع الاقمار الصناعيه كلياتها، فالاحداثيات هي ما ثابته لكل الاقمار الصناعيه، دائما الاقمار الصناعيه تتعرض ل ل ل واذا بنشوف الصوره استاذ يعني هي الاقمار الصناعيه اللي احنا عم نشوفها تماما تتعرض دائما لتغييرات بالمسارات تبعها. هي رقم واحد. رقم اثنين في عنا مشكله انه هلا كمان المدارات انا اسف تفضل تماما في عنا نحن رقم اثنين مشكله بلشنا نعاني منها مو من زمن بعيد اللي هي مشكله التلوث الفضائي الدبري. سبيس ديبريس. تمام سبيس ديبريس. هون نحن وياك وهي صورة كمان المشكلة كتير كبيرة لأنه الأقمار الصناعية إلى مدة حياة معينة. تماما. ومدة الحياة معينة معناته هي المركبة الفضائية اللي هي القمر الصناعي بدنا نوقفها عن العمل وبدنا نطلق واحدة جديدة. طب هي شو عم يصير فيها؟ هي عم تؤدي للحطام الفضائي عم يكتر كتير، عم تؤدي لتصادمات، عم تؤدي لمشاكل، عم تؤدي لتلوث. فكمان إطلاق 25000 قمر فضاء قمر صناعي بالفضاء مشكلة كتير كبيرة. يا ترى كيف رح تضبط المدارات تبعهم بشكل متزامن؟ يا ترى الحطام تبعهم شو رح يصير فيه؟ وإذا نزلتهم الكرة الأرضية شو رح يصير كمان فيهم؟ حتى لو احترقوا بس بالنهاية في قطع ما عم تحترق. صح. فيعني كل هالأسئلة قابلة للطرح. تمام. إذا بنشوف الصورة بنلاحظ الـ LEO والـ MEO والـ GEO، النفايات الفضائية وين بتتركز؟ حاليا عم تزيد كثير بالـ LEO. بالـ LEO. كثير. إذا بالمكان اللي فيه محطة الفضاء الدولية. تماما تماما. ماذا يعني هذا الكلام؟ خطر على حياة رواد الفضاء. طيب كثير حلو. الـ LEO مثل ما تفضلت هي الأقرب للأرض. تماما. يعني أي صاروخ بده يطلع بمهمة من الأرض إلى الفضاء بده يمر بالـ LEO إجباري. وهذا خطر على المهمة. خطر على المهمة. وخطر على المهمات، نحن ما عم نحكي بس عن مهمات يعني فضائية، في المهمات الفضائية هي مراقبة الأرض، مو بس مهمات عسكرية، مهمات حتى إنسانية. إدارة الكوارث، مهمات طبية حتى، نحن صار في عنا أقمار صناعية خاصة للمهمات الطبية، في عندي أنا زلمة مثلا مقطوع بالصحراء هو عنده مشكلة قلبية، صار في عنده جلطة، صار في تنبيه، هذا التنبيه بده يطلع للقمر الصناعي، القمر الصناعي بيبعث الإشارة للمشفى. صحيح. لأقرب مشفى. وتأكيد هذا الكلام دكتور بلال تأكيدا على كلامك ودقته بالموبايلات الحديثة بالأجهزة الخلية والحديثة فيها دائما بالإعدادات الطوارئ فيها الوضع الصحي يلي حتى لو كان الموبايل بحالة ما بأقل شحن ممكن أو أقل تشارج أقل شحن تمام. ممكن ببعث للأقمار الصناعية لحالته الطبية. تماما. يعني موجودة. الحالة الصحية صارت موجودة بكل جهاز خليوي. تماما. فنرجع لسبيس إكس وإيلون ماسك وستارلينك. تماما. يعني نحن بزماننا ما بعرف إذا كنت تتابع أخبارنا، أنا اعترضت، نحن كأعضاء بالاتحاد الدولي للفلك اعترضنا على موضوع ستارلينك ورفعنا شكوى. هذا الكلام من 3-4 سنين. وكثير ناس عارضوني يعني حتى بسوريا انه هو بده يقدم انترنت مجاني وبدنا انترنت مجاني، وقتها ما اقتنعوا انه هو لن يقدم انترنت مجاني. مو مجاني ابدا. ما له الزلمه فاتح كشك لوجه الله مثل ما نحن بنعمل، نحن ناس بتامن برب العالمين بتعمل شيء اعمال لوجه الله، لكن هو لن يعمل شيء لوجه الله. تمام. وبالتالي الانترنت المجاني هو كان خدعه.
لتمرير هالكم الهائل من التوابع الصناعية اللي عم نشوفها بسمائنا. وقت اعترضنا قلنا بتشوه السماء، بتشكل أخطار على الاجرام على المهمات الفضائيه، واليوم صار هذا الكلام مؤكد. وحتى هي مو مجانيه، احنا عنا بالمخبر اللي بنشتغل فيه عنا احنا مستقبل ستارلينك، احنا مدفوع هذا المستقبل. كثير حلو. اذا دكتور بلال شلبي بتاكد لي انه انت كنت بكندا وستارلينك متاحه عندكم لكن مو ببلاش؟ تمام، مدفوعه عندنا اشتراك شهري فيها. يمكن غاليه، ما بعرف ما بعرف بالضبط قد ايه مشان ما يعني اغلط بالرقم، بس باكد لك معلومه اذا حبيت يعني، بس موجود عندنا هذا المستقبل ومدفوع يعني. والله يا ريت اكد لي المعلومه، لانه ظنوا الناس انه لا هو حابب هالعالم مدفوع 100%. هي متاكد منها 100% مدفوع. وعلى فكره نحن عم نحضر الان، ما بخفيك سر، وهي اول مره بحكيها على الاعلام، عم نحضر نحن كسوريا عضو بالاتحاد الدولي فات لشكوى تانية بسبب زياده مرور هذه التوابع الصناعيه فوق سوريا. واحد من كم يوم شافوه الناس، واثنين خلينا نقول استغلال بعض الحالات لصالح ايلون ماسك. طبعا يعني عم يسخر الامور السياسيه، السماء مو له، الفضاء مو له، هو هذا سيطرة على الفضاء صار، ومو من حقه. 4000 قمر صناعي، أنا وياك كنا نحكي بالرقم، كم نفاية فضائية فيه؟ ولاحقاً إذا بدنا نعمله 25 مشكلة، يعني أكثر من أقمار العالم كلها. تماماً. اليوم إذا حكينا بأقمار العالم 6000 أقل شوي، هو كل العالم حوالي 6800 وهو 4000، في شيء مو منطق. تمام. هو بالنهاية يعني هو صحيح مو موضوع البرنامج، بس واحد اذا بطلع على سيرته الذاتيه هو ليس زلمه اخلاقي يعني بشكل عام، كحياته وكشخصه الى اخره ليس زلمه اخلاقي، فهو هي النواحي الاخلاقيه وكذا لا تهمه لا من قريب ولا من بعيد. تمام. فللاسف سبيس اكس هو تحديدا مشروع ستارلينك، بغض النظر عن المشاريع الثانيه الناجحه بصواريخ اعاده المستخدمه من جديد، اعاده استخدام الصواريخ والى اخره، لكن ستارلينك تحديدا خطيره جدا جدا. تمام. يعني الناس هو صراحه يعني يرجع الى الفضل حتى بقصه هي السياحه الفضائيه والى اخره، انه هو يعني هو كان المشجع صراحه لكل هي الشركات اللي بلشت فيرجن جالاكتيك او بلو او الى اخره بقصه السياحه الفضائيه، بس بالنهايه كلياتها هدفها هي الكسب. تمام. الكسب المادي، حتى نكون دقيقين، بعض الشركات سبقته. تماما. بوينغ كان عندها مخططات سياحيه. تمام. اللي هي نفسها اختصاصها طيران، كان عندها الان بوينغ الان تخطط الى الهبوط على المريخ. تماما. فسبقته لايلون ماسك، لكن ايلون ماسك اعلاميا تويتر فيسبوك ما بعرف فيسبوك له مشان ما اغلط، تويتر له، الواتساب له، ميتا لا مو له، ميتا مو له، التويتر له بظن، وفي له شغله ثانيه كمان مواقع تواصل اجتماعي، فهو مسيطر على الاعلام بشكل عام. طيب خلينا نقيم ايلون ماسك. اذا هاي انا وياك اتفقنا على ستارلينك. غيره؟ تماما. في عنا مجموعات كتير صراحة غير ستارلينك، في عنا إيريديوم، في عنا كتير في مجموعات حاليا يعني، وكلها سواء أطلقت أو في طور الإطلاق أو ستطلق قريبا يعني، عم يشتغلوا عليها الشركات. هي الملاحة؟ لا، هي صراحة لا تستعمل الملاحة، كل المجموعات اللي عم تسمعها لا تستعمل الملاحة، تستعمل لشغلة واحدة هي بس الإنترنت أو الاتصالات كلها، أو حتى التصوير مثل الكيوسات، شغلت التصوير على الكيوسات بس كله على LEO. كله على LEO. تمام. المشروع اللي عم نشتغل عليه إنه إحنا نستعمل هي الأقمار من أجل الملاحة. حلو. استفادة منها من أجل الملاحة. تمام. حلو كتير يعني، بس هي بدها تكون يعني خلينا نسميها حمل اضافي على القمر الصناعي، يعني مهمه اضافيه. لا بالعكس، لانه هو عم بيبث معلومات. نحن بس الطريقه اللي احنا نستقبل فيها هي المعلومات، او بالاحرى طريقه الاستفاده من المعلومات اللي عم بتبثها هي الاقمار الصناعيه. كثير حلو دكتور بلال، لكن خلينا نتناقش انا وياك. نحن لحتى نحدد موقع ما بدقه عاليه، كم قمر صناعي بحاجه؟ مينيموم 3. ممتاز، متفقين وياك. 3 و1 للزمن. تماما. 4. تماما. هي اعطينا 4. طيب نحن بحاجه اكثر من 4 يعطونا دقه عاليه؟ لا اكيد لا، بس طيب ليش بدنا كل هالاقمار؟ لانه الاربع هدول مو دائما بيدوروا بنفس المكان وبنفس يعني عندهم مدارات معينه. تمام. فما في يدوروا ويوصلوا لنفس النقطه دائما يغطوا نفس النقطه. وهون بيجي مجال الذكاء الصناعي. ليش بيجي مجال الذكاء الصناعي؟ انه اقدر انا خفف او قدر خفف من عدد الاقمار الصناعيه. تمام. انت وصلت للفكره اللي بدي اياها، كيف تكملها؟ منيح، وصلت للي بدي اوصله، بحيث انه انا اقدر يعني اعطي احداثيات بالذكاء الصناعي. تمام. لحتى تقدر هي الاحداثيات المنتجه بالذكاء الصناعي تحاكي تماما الاحداثيات فيما لو كانت في عندي اعداد ثانيه من الاقمار الصناعيه. نحن رسالتنا دكتور بلال بالمؤتمرات اللي عم نحضرها، خاصة بالفترة الأخيرة، دائما عم يكون عندي رسالة اللي هي توحد العالم. تمام. اجتماع العالم،
المشكله عندنا السبيس ديبريس، وهي رساله كانت الدكتوراه تبعي، صارت بكم غير متوقع، يعني الموضوع خرج عن السيطره. طب شو تاثيرات على 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 الرصد الفلكي؟ هي عباره عن اجسام مضيئه. هي الاجسام المضيئه اللي عم تمشي، انت عم تتابع مثلا بين النستار تشويش تماما، انت عم تتابع نجم بدك تاخذ منه الطيف تبعه، تمام هذا النجم بجوز انت لقطته اليوم خلاص، يعني هي عندك مده محدده طبعا. فبدك تلقطه على الاقل ساعات لحتى تحصل على كامل الطيف تبعه طبعا. لما يجي هذا القمر الصناعي شو عم يعمل؟ عم ينزعلك الطيف كله تماما، خلاص مثل انه انت واقف عم تتصور، اجى صديقك يمزح معك، سلط عليك ضوء قوي، فشو بيصير بصورتك؟ تتشوه. فنحن المشكلة لما عم نحاول ندرس النجوم، طيف النجوم، حرارة النجوم، حتى الشمس لما عم يمر أي جرم ما عم يأثر على هذا طبعاً النجم طبعاً. فهي المشكلة بالناحية الرصدية. إضافة لهالشيء دكتور بلال، مثل ما بتعرف أنه معظم الرصد اليوم راديوي تماما، وأكبر باثس للأشعة الراديوية أقمار صناعية أكيد. فخليني أرجع لعندك، إذا الذكاء الصناعي هل يمكن أن يكون الحل في تخفيض عدد السبيس ديبريس أو النفايات الفضائية من خلال تقليص عدد الأقمار الصناعية؟ ممكن طبعا، ممكن هذا الشيء احنا عم نشتغل عليه هلا، يعني ممكن كثير كثير حلو، لانه عندنا اياها مشكله الان، يعني اذا كل دوله اطلقت تابع صناعي وهذا اللي عم يصير هلا، كل دوله وكل شركه خاصه ولا عم تطلق التوابع كل شركه صناعية. خاصه تماما. طب امريكا لحالها قديش عدد الشركات الخاصه اللي عم تطلق اقمار صناعيه، وباوروبا والى اخره، ففي صار في عنا اعداد هائله، واذا بتطلع على المشاريع المستقبليه كمان اعداد هائله من المشاريع المستقبليه. تمام يا شباب، اللي مو حابب يشتغل بالاستوديو ممكن يشتغل شرطي مرور فوق لكان صار بدها شرطي مرور يعني فعلا بدها مين ينظم حركه هالتوابع الصناعيه. هلا الان يمكن مضبوطه صح؟ حاليا مضبوطه، حاليا لا مضبوطه الى الان، لكن هل يمكن يخرج موضوع عن السيطره؟ اكيد مع الزياده اكيد، وقت الكارثه طبعا، وقت الكارثة. أنا ليش عم أحكي دكتور بلال؟ أنا عم حاول وصف حالة مستقبلية قريبا تمام. هذه النفايات أين ستذهب؟ ده تحترق. وبعدين؟ على الأرض، ده تسقط على الأرض تمام. طيب سمعت بأحد المؤتمرات الأمم المتحدة تمام، دائما بحاول أطلع على الاجتماعات اللي بتصير، وخاصة باستخدام السلمي للفضاء. اعتراض كان نيجيريا على فرنسا بسبب سقوط نفاية من صاروخ فرنسي على نيجيريا. فتابعت الموضوع بشكل كتير كبير، لاحظت أنه هذه النفايات قد تستخدم كقنابل موقوتة يتم إسقاطها فوق أماكن بيختاروها هن طبعا. وحضرتك دارس هذا الموضوع، يبقى في القمر الصناعي جزء ممكن التحكم فيه من أجل سقوطه، بتذكر الصاروخ الصيني طبعا، وبعد منه الأمريكي والحالات اللي صارت. ذكرني لك كمان بفكرة كتير ضرورية بقضية إطلاق عدد هائل من الأقمار الصناعية، هي قضية الخصوصية تبع الدول، إنه هاي الأقمار الصناعية عم تمر فوق السيادة. لسه ما في تعريف لهال، لسه ما في، بس ما في عنا سيادة جوية، في عنا سيادة فضائية كمان. صحيح. هذا القسم من الفضاء تابع لهالدولة هاي، فهذا خرق للسيادة لهالدول هاي. كثير حلو. كمان هي شغلة يعني عم يبحثوا فيها الأحالي. كانت 50 كيلومتر بزمان سبوتنيك 1 تماما، بس بتوقع هلا لازم تتمدد أكيد، يعني على القليل تشمل الـ LEO تماما، يعني ما بعرف إذا ممكن شملها بالـ LEO ولا لا، بس صعب، يمكن صعب، ما بتوقع يتفقوا حاليا، ما بظن، إيه ما بيتفقوا، خصوصا يعني بالحروب الجديدة اللي صايرة بين روسيا وبين أمريكا وإلى آخره، صعبة هلا، لأنه هي يعني لعبة دول كبرى هلا حاليا تمام. ورجعت خلينا نسميها المنافسة الفضائية، رجعت على أوجها الآن، خاصة باتجاه القمر تمام. اليوم العودة للقمر رجعت تنطرح بشكل كتير كبير. أنا آسف بعدتك عن موضوع، خلينا نرجع على الملاحة الفضائية والجوية. حضرتك عم تحاول تستفيد من الذكاء الصناعي لا تخفيف، خلينا نسميه عدد الأقمار الصناعية، والاستفادة من الأقمار التي لا تعمل بالملاحة لصالح الملاحة تماما، أو حتى من أجل أيضا يعني زيادة الدقة بتحديد المواقع. احنا في عنا مشكلة أنه بالأماكن اللي ما بنستعمل فيها مثلا، ما عنا وصول على الأقمار الموجودة بالليو، فعم نستعمل نظام الجي بي اس، بس الجي بي اس مو مغطى بكل مكان، ومو مغطى جوات الأبنية، احنا جوات الأبنية ما عنا جي بي اس مو هيك؟ صحيح. فنحن بحاجة لأنظمة قوية تقدر تعطينا وتزيد من قوة الجي بي اس حتى توصل للأبنية وتعطينا تحديد مواقع جوات الأبنية. أنا إلى يومنا هذا يعني سمعنا، صار لي 7 سنين بالجامعة تبعي عم درس فيها، بس في كتير قاعات وهيك ضني يعني ربع ساعة نص ساعة عم دور عليها. فلو في عندي نظام تحديد مواقع
يعني يدري اللي انه انا هون موجود ومن هون طريق القاعه لحتى توصل عليها، بيكون كثير يعني كثير لازم صراحه هذا طيب. السؤال يا ترى هالتوابع الصناعيه هي وتحديد الموقع خلينا نسميها بالضبط مثل ما تفضلت الأبنية عم تأثر بشكل كتير كبير، لكن قدرة تمييزية للقمر الصناعي وين وصلت اليوم؟ قصدك من خلال التصوير تبع الأقمار الصناعية؟ تماما بالضبط. صراحة هي قدرة كتير كتير عالية، لأن الأقمار الصناعية عم تقدر تجيب لنا أدق التفاصيل الموجودة على الكرة الأرضية. لا تنسى أنه إحنا هلأ في عنا اعتماد صار بشكل كامل مو بس على القمر الصناعي بنفسه، وإنما على القمر الصناعي مع الطائرات المسيرة. صار في عنا طائرات مسيرة هي اللي عم تصير وهي اللي عم تصور سوري وهي اللي عم تسير مخ أو عم الملاحة تبعها عم بيكون عن طريق القمر الصناعي. الدرون. فتماماً. طيب. حأرجع على الدرون بس الآن بالنسبة لك كمدرس في جامعة كندا أدق صورة وصلت لك قدرة التمييز تبع 1 سنتي 1 متر إديش؟ وصلتني بالواحد سنتي صراحة. 1 سنتي يعني نمرة السيارة تستطيع أن تقرأها. تماماً 100%. كلام كتير خطير. إذن اليوم القمر الصناعي قادر إنه يعرف نمرة السيارة. تماماً. بواحد سنتي. تماماً. وهي المجاني ولا المدفوع؟ وحتى هن كل مدفوع هذا. هذا المدفوع. كل مدفوع وفي منه عسكري أكتريته عسكري. تماماً. وحتى هذا كمان إذا ما يعني إذا ما قدروا يوصلوا لهالدقة هاي في عندهم أنظمة اسمها أنظمة معالجة الصور. فصار فيها هلأ كثير تقنيات لمعالجة الصور ما في بثواني بتكون تعالجت الصورة اللي مشوشة شوي وجابت لك رقم السيارة. هي تبع جوجل بقى دخلنا بجوجل يلي هي مو مدفوعة. تماماً. يعني مشان يلاقوا حل للمدفوع لانه يمكن تكلفة الصورة 1 سنتيمتر غالي. تماما. طيب قبل ما كمان نوصل للدرون، اليوم التوابع الصناعية اصبحت تتحكم بكل شيء، ادارة الكوارث، اليوم دكتور ليش انا عم حاول وصل لهالنقطة، اليوم نحن نعيش في ظل اضطراب مناخي، احتباس حراري غير مسبوق، كارثة بيئية، نحن على ابواب كارثة بيئية. اليوم سواء الامين العام للامم المتحدة او جميع العلماء يقولون ويتفقون ان الحل بإيد الإنسان وأن الحل عن طريق تكنولوجيا الفضاء. تماماً. كيف بتشوف هذا التصريح للأمين العام للأمم المتحدة؟ هو أكيد لأنه الأقمار الصناعية وظيفتها مو بس أنها تنقل لنا شو عم بيصير حالياً وإنما حتى تتنبأ بالكوارث اللي عم تصير بعدين، فهي رح يكون لها دور كتير كبير بهذا الكلام. صحيح. زائد كمان حطام الفضاء اللي احنا حكينا عليه، فهي من الشغلات اللي ضمنها الكلام هذا. قياس غاز ثاني اكسيد الكربون. تماما. مثل ما عم نشوف مثلا هذا قمر صناعي. نسبة المياه. نسبة المياه ليك وهذا هو تحديدا نسبة المياه. الرياح. ذوبان الجليدي للان. ذوبان الجليدي تماما. تخيل دكتور بلال متوقعين خلال 25 سنة ان يخلو القطب الشمالي من الجليد. اكيد. وارتفاع الماء ما بين 35 ل 60 سنتي. بداية الحرائق. الحرائق الله يجيب. الحرائق اي والله احنا الحرائق بكل مكان عم تصير. صحيح. القمر الصناعي ممكن تلقطها بكل سهوله انه وين في حريق تقدر تميز، تقدر التعرف على الحريق وعلى مكانه الى اخره لحتى يعني تجي السيارات المختصه تطفيه والطيارات المختصه تطفيه بشكل سريع جدا. هي كمان فائده كثير كبيره. انا حضرت دكتور عمل دوره بالصين. على الأقمار الصناعية، على التوابع الصناعية بوكالة فضاء الصينية بكين، ضليت 3 أشهر. فأحد التجارب كانت يوميتها صار في حريقة ضخمة ما على الحدود الصينية والروسية، فأخذونا على مبنى فيه شاشات كتير وإدارة كوارث، فرجونا كيف باستخدام سواء الروسيين أو الصينيين كيف باستخدام الأقمار الصناعية قدروا خلال خلينا نسميها ساعات، مساحة هائلة كانت الحريق، بس خلال ساعات حاصروا المنطقة كلها بالشجرة، يعرفوا الشجرة المتضررة من الشجرة السليمة. تمام. كان يعني أنا أطلع مذهل. استعملوا شي الدرونز ولا لا؟ لا ما كان في استعمال، هذا الكلام من سنتين. تمام. يعني وقتها ما بعرف إذا استعملوا الدرونز بالإطفاء، لكن أنا لاحظت الصور الفضائية، يعني كنا نحن عم نشوف الصور الفضائية اللي عم تتوارد ويحكوا مع الروس ويبعثوا صور ويجوا صور، وهون المنطقة لازم الرياح اتجاه الرياح شلون يروحوا على المنطقة الصح ليطفوا الحريقة باستخدام الرياح. يعني في قصص يمكن نحن بتفوتنا طبعا، يعني للاسف الشديد لهلا نحن غالبا موجودين بالميدان. تماما. الشغل يعني في حريقه يلا يا جماعه لحقوا حالكم نطفي كذا نكب مي، لكن اتجاه في دراسه وين حركه الرياح وين هي امور كلها تكنولوجيا الفضاء انا اسف تلعب دور. طيب الدرونز بما انك دخلت على الموضوع. تمام. الدرونز هي صراحه طيارات مسيره. طيارات مسيره هي موجوده من زمان كثير كثير كثير، لكن حاليا عم يزيد استعمالها وعم يزيد مو بس عم يزيد استعمالها عم تزيد مجالات استعمالها. شو قصدك من زمان كثير كثير كثير؟
الدرونز كفكرة هي موجودة من زمان، يعني مجرد 4 موتورات تركبهم وتطلع طيارة وتتحكم فيها، شغلة موجودة من زمان. من زمان إمتى يعني؟ يعني أنت عم تحكي من الثمانينات موجودة. من الثمانينات. ليش عم أسألك دكتور بلال؟ لأنه أنا في فكرة ببالي، أنا عم أستفيد من خبرة حضرتك واطلاعك على أمور يمكن كثير مهمة نحن ما اطلعنا عليها، موضوع صحون الطائرة وأطباق الطائرة. تمام. أنا كنت أتصور وما زلت متشبث بهذه الفكرة أنه أطباق الطائرة وصحون الطائرة ليست هي زيارات من كائنات فضائية، لا لا لا، هي عبارة عن تجارب 100% أرضية 100% مثل الدرونز. 100% هي شغلات موجودة من زمان كتير ومستعملة من زمان كتير، لكن حاليا مع يعني طرح التقنيات تبعها بالسوق فصارت يعني صارت عم تنطرح بشكل تجاري لكل العالم للشركات التجارية، فهلا بلش يزيد استعمالها ويزيد مجالات استعمالها، حتى عم بيزيد مجالات استعمالها لدرجة انه وصلت حتى للمجال الطبي. الطبي عنا في عنا دول افريقية، نحن ما بنفتح فيها غير عسكريا. هلا بالمجال الطبي في عنا دولة بافريقيا في شركة اشتغلت فيها اسمها زيب لاين. شو هي الشركة بتعمل؟ مثلا في مشفى بدها مثلا دم، زبنة الدم، تمام، نقل دم، ففي مركز صحي، تمام، بيجيب مركز الدم، عنده هو بنك دم وعنده أدوية وعنده، بيجيب الدرونز بيحاول بيحمله بالحمولة اللي هي الدم أو إلى آخره، وبيطلقه بيبعته لهديك المشفى. هي أسرع شيء. أسرع شيء. حلو. خلال دقائق تكون وصلت عنده، ومتابعة بالجي بي إس وهيك لحد ما توصل لمكان الوصول تبعه. ممتاز. وشو ممكن استخدمها أيضا الدرونز؟ أنا بشوف أنا حضرتك مهتم كتير بالدرونز، لأنه كمان أنا شغال فيها، لأنه مو هي ملاحة، فأنظمة ملاحة اللي عم اشتغل عليها كمان لها علاقة بالدرونز وتوجيهها. أحد الاستعمالات لها كمان هي مثلا نحن شفنا من فترة الحوادث اللي صارت للأسف في سوريا وتركيا، الحوادث الزلازل تماما، فنحن في عنا أبنية، تمام، وفي عنا نحن كان انهيارات لعدد أمتار تحت الأرض، تمام، فالدرونز ممكن تفوت، ممكن تساعدنا بالتعرف على مين في ناس موجودين. حلو. ومين في أحياء، مين في أموات. ممتاز. تمام، وتقدر تساعدنا بهذا الكلام. الدرونز فيها تساعدنا بشكل أكتر، نحن إذا كان في عنا بناء لسه مو منهار بس نحن بدنا نفوت عليه، بس إذا بدنا نفوت عليه ما بنعرف نحن وين ندعس، نعمل انهيار، كم طابق فيه إلى آخره، فالدرونز ممكن يفوت وممكن يعني فيك تفوت أنت كذا درونز بنفس الوقت ويعملوا لك مثل خريطة خلال عدة دقائق، ينتشروا بهذا البناء يعملوا لك خريطة. واو. فأنت عارفان أوريدي، أنت إذا تفوت على بناء عارفان وين الدراج، وين الطوابق، وين الغرف، وين في انهيارات، وين في مشاكل، وين في ناس موجودين تقدر تنقذهم خلال ثواني، تطلق هالكام درونز بيجيبوا لك كل الصور خالص. قديش استخدامات للدرونز نحن ما بنعرفها فعلا. فعلا دكتور بلال الحوار معك ممتع جدا جدا جدا، استمتعنا واستفدنا كثير، وفعلا في معلومات كثير اعطيتنا اياها مهمه جدا. انا بشكرك من كل قلبي. الحمد لله على سلامتك، نورت البلد، نورتنا بجمعيه الفلكيه السوريه، وناطرين الدوره اللي وعدتنا فيها. اكيد اكيد. كلمتك الاخيره. بتشكرك كثير، بتشكرك كثير من كثير من كل قلبي، يعني بتشكر الجمعيه الفلكيه السوريه انه كانت موجوده معي من زمان كثير الى يومنا هذا، وان شاء الله هيك كل التوفيق يا رب. شكرا دكتور بلال الشلابي، وحضرتك مدرس بكليه الهندسه بجامعه كيبك بكندا وباحث في مجال الذكاء الصنعي والملاحه الفضائيه والجويه، شرفت برنامج عين على الكون. شكرا كثير. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي كمان اتشكر شركة الحلول الإلكترونية الأستاذ صلاح العسلي على دعمه ورعايته للبرنامج وهذا الاستوديو الجميل، وكل الشكر لفريق العمل الموجود معنا. هي كانت عيننا اليوم، عيننا على الملاحة الفضائية والجوية، استمتعنا واستفدنا من معلومات كمان بصراحة في كتير أفكار مهمة جدا رح تبنى عليها ملفات كتير. هذا كل شيء بحلقتنا اليوم، بتجدد موعدنا معكم الثلاثاء القادم، إلى اللقاء.